جزء آخر من قضية الحرية بالنسبة لي هي الحرية المتعلقة بالتعبير، حرية التعبير. من حق الناس أن تقول ما تشاء في غير الفساد الأخلاقي، الدعوة إلى الأفكار، الاعتراض على الدولة، الاعتراض على الحاكم، الاعتراض حتى على الإسلام، ما عندي مشكلة به، حتى الاعتراض على الله تعالى وعلى رسول الله. من حق الإنسان أن يختار الدين الذي يراه، ومن حقه أن يختار الطائفة، يريد أن يكون شيعي، سني، درزي، هو حر. ومن حق كل إنسان أن يعبد الرب الذي يختاره بالطريقة التي يختارها، فلا تمنع كنائس ولا تمنع معابد ولا من حق الناس ولا يواجه. أنا حتى على العفو يعني حتى حد الردة أنا بالنسبة لي لا أعترف به أنه حد ديني، يعني أعتبره حد سياسي. يقول أحسن الله إليكم، ظهر بعض الدعاة يقول أن حد الردة أمر سياسي ولا مكان له اليوم، ويقول يجوز الاعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم بل على الله عز وجل، فما حكم قوله وهل يعتبر ردة؟ بلا شك ما وراء هذا ردة، اللي يستهزئ بالله وبرسوله وبالأحكام الشرعية ما بعد هذا ردة، هذا أشد أنواع الردة. أحسن الله إليكم، يقول السائل سمعت بعض الدعاة يقول إنه يجوز لنا أن نعترض على الله وعلى الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول لنترك الناس تختار دينها وتعبد ما تشاء، وطالب بإلغاء حد الردة، وطالب بالسماح ببناء الكنائس في بلاد المسلمين، فما هو ردكم سماحة الشيخ؟ إخواني هذه المقالات يطلقها بعضهم، لا أدري إطلاقه لها نابع عن عقل ودين وإلا عن سفه، يعني هل هو نابع من عقل أو سفه ومرض في القلب؟ يعني هل هو نابع من إنسان يعني فقد الإيمان أو إنسان لا يدري ما يقول؟ كيف نعتذر على الله؟ الله جل وعلا أمر بطاعته وأمر بطاعة رسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانسمعون، ويقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الاعتراض على الله إذا قصده رد كلام الله، رد سنة رسول الله، وتقديم الآراء والأهواء على الكتاب والسنة، وأن الكتاب لا يقبل، إذا كان هذا ضلال قد يؤول بصاحب الردة عن لسان، نسأل الله العافية. لأن الواجب أن نؤمن بالله، آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ورسوله، كل آمن بالله ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه المقالات فيها من الشرور ما فيها اعتراض رسوله أو دعوة أن يختار ما شاء من أجل الله. الأديان كلها لغت لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، ختم بشريعته كل الشرائع وألغيت جميع الأديان، وأصبح الواجب على كل الخلق طاعة محمد صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. يقول صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من أمة يهودي نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، لا يسمع بي أحد من أمة يهودي نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، لأن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، فالإيمان به نحن نؤمن برسل الله السابقين ونؤمن برسالتهم وصحة رسالاتهم، لكن العمل والتطبيق إنما هو بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم.